من الجهة الغربية لبحيرة طبرية أو بحيرة الجليل، سنواصل دراستنا في إنجيل متى، وفي هذه الحلقة سوف نبتدئ بموعظة المسيح على الجبل لنستمع إلى تعليم المسيح، وسنبتدئ أولاً بالتطويبات. أنا موجود على جبل عالي الذي يطل على هذه البحيرة الجميلة، كما ذكرت اسمها بحيرة طبرية نسبة إلى هذه المدينة التي تسمى طبرية، بنيت تخليداً وتكريماً لقيصر تيباريوس قيصر رومي. طبعاً اسمها بحيرة الجليل لأنها دائرة، ومعظم مدن الجليل كانت حول هذه البحيرة، تسمى أحياناً بحيرة جنسرات، وتسمى أيضاً الكنيرت أو الكنارة باللغة العربية التي تعني آلة موسيقية لأنها تشبه الآلة الموسيقية، لكن الاسم المحبب للمؤمنين يسمونها بحيرة يسوع. إنها بحيرة جميلة في غور الأردن 200 متر تحت مستوى سطح البحر، طبعاً طولها 22 كيلومتر، عرضها 12 كيلومتر، وطبعاً المنطقة حارة جداً. أنا أتكلم لكم ودرجة الحرارة حالياً 40 درجة مئوية، لكن أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن التطويبات. وجبل التطويبات هو من خلفي بجانب كفر نحوم، سنذهب إلى هناك لنواصل ونتابع حديثنا هناك. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقم يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال قدم قربانك، كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي، ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها قد زنى بها في قلبه. أعزائي سنواصل دراستنا وحديثنا في إنجيل متى، إنجيل يسوع الملك، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن عظة المسيح الشهيرة أو ما نسميها الموعظة على الجبل. وأنا موجود على نفس هذا الجبل يسمى جبل التطويبات، وخلفي كنيسة التطويبات، سمي بهذا الاسم نسبة إلى كلمة الطوبة الذي استخدمها يسوع في إنجيل متى الإصحاح الخامس، وكلمة الطوبة تعني يا لغبطة، يا لسعادة، أو يا لهناء. هذا الجبل يسمى الجبل المقدس بالنسبة للمسيحيين، لأن المسيح عاش على هذا الجبل، صلى على هذا الجبل، وعلم أجمل التعليم من فوق هذا الجبل. هذا الجبل اشترته طبعا الكنيسة وأصبح مزار للمسيحيين. هذه الكنيسة التي خلفي بنيت على أنقاض وأثرات الكنيسة القديمة جدا الذي يعود تاريخها إلى القرن الرابع من أيام البيزنطيين، كانت عبارة عن كهف أو مغارة مزينة بالفسيفساء، فبنيت الكنيسة تخليدا وتكريما للرب يسوع ولعظته الشهيرة على هذا الجبل. هذا الجبل يرتفع فوق بحيرة طبرية 150 متر، وهو تحت مستوى سطح البحر، أي تحت مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط 62 متر. المنطقة حارة والمناخ جميل. أحبائي، إننا نتحدث عن أعظم معلم، عن أعظم عظة في التاريخ، أعظم معلم، لأن يسوع هو معلم المعلمين. لا يوجد أي معلم آخر، واعظ أو رسول أو نبي أو فيلسوف مثل يسوع المسيح.
وطبعا عندما أقول هذه الكلمات أقولها ليس مجرد للافتخار، لأن هذا شيء حقيقة وواقع. كل شخص يقرأ عظة المسيح على الجبل لابد أن يستنتج ويأتي إلى نفس هذه النتيجة. كانوا ينادون المسيح يا معلم، كنيقوديموس أو الشخص الذي قال له أيها المعلم الصالح، لأنه كان يعلم بسلطان ليس مجرد اقتباسات الآخرين. يقول الكتاب المقدس أنهم تعجبوا من كلمات النعمة، قالوا لم نسمع قط إنسان يتكلم مثل هذا. علم يسوع بحياته فهو مثال الكمال وجمال المثال. في تعليمه أدهش الفلاسفة والعلماء، وأيضا فهمها الأطفال وأبسط البسطاء. لم يتردد لحظة، لم يعتذر على أي شيء قاله، لم يصحح نفسه، لم يتكلم أوهام، لم يتردد، لم يقل إذا أو يمكن إلى آخره، لكنه كان دائما سيد كل المواقف، يجاوب بحكمة فائقة. إخوتي وأخواتي، من هذا المكان علم المسيح أجمل عظة، علم عن مبادئ وأخلاقيات الملكوت، علم عن الكمال، علم عن الطهارة، طبعا الطهارة الداخلية، علم عن العدالة الاجتماعية، علم عن المحبة الغير محدودة. في تعليمه كان يجلب الشفاء النفسي للناس. طبعا لم يركز على التقاليد الباطلة، لم يضع أعباء أو أحمال على كاهل الناس، لكنه ركز على عمل النعمة لا حرف الشريعة، لأن المسيح كان ممتلئ بروح الله، فهو يتحدث عن النعمة، فهو بارع في التوصيل الكلام، بارع حكيم، كان يتحدث أحيانا بأمثال، كان يتحدث عن واقع الحياة الموجودة في هذه الأراضي، الأراضي المقدسة، أو كما يقول الكتاب المقدس فيه مذخر كل كنوز الحكمة والمعرفة. بالحق إنه أعظم معلم، يسوع المسيح الملك. الموعظة على الجبل هي شريعة السيد المسيح، وهي تجعل الإنسان ينظر إلى داخله، لا ينظر إلى ما هو خارج، بل إلى علاقته الشخصية مع الله، هي علاقة روحية. فالمسيح في الموعظة على الجبل وضع أسس العلاقة الروحية بين الإنسان وبين الله، العلاقة الحميمة التي تجعل الإنسان يقول الرب راعي، هو راعي البشر جميعا، لكن بالنسبة للمؤمن يقول الرب راعي أنا، العلاقة الشخصية الحميمة بين الإنسان وبين الله. هذا مختصر الشريعة المسيحية كما جاءت في الموعظة على الجبل، كما نقرأها في بشارة متى الأصحاحات 5 و6 و7. أعزائي، إن مغزى العظة على الجبل ملخص بإنجيل متى الإصحاح 5 الآية 48: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل أيضا. كلمة كامل لا تعني العصمة عن الخطية، أو أنه صار في عندنا مناعة ضد الخطية، لا تعني الكمال الأدبي المطلق، لكنها تعني تكميل، تعني النضوج الروحي، أي أن يكون الشخص كما يريده الله. وبالحقيقة في هذه الحياة لا نستطيع أن نكون كاملين إلا بكمال المسيح، ولا نستطيع أن نكون أبرار إلا ببر المسيح، لأن المسيح قال بعظته على الجبل: الحق أقول لكم، إن لم يزد بركم على الفريسيين لا تقدرون أن تدخلوا ملكوت السموات. ونحن نعلم أن الفريسيين كانوا حافظين الشريعة ويحاولوا أن يطبقوها بحذافيرها،
فإذا لا يستطيع إنسان أن يدخل السماء إلا أن يكون كامل. من أجل هذا أحبائي، إن العظة على الجبل تتحدث إلى جماعة المؤمنين، إلى جماعة المفديين بدم المسيح، الذين اختبروا نعمة المسيح، اختبروا خلاص المسيح، اختبروا قوة المسيح، واختبروا اختبار التجديد في حياتهم. أصبحوا خليقة جديدة، أصبحوا أبناء للرب، أصبحوا يتمتعون بهذا الملكوت الجديد. وإلا كيف نستطيع أن نطبق هذه التعليم؟ تبدو صعبة جدا لأول وهلة، عندما يقول مثلا يسوع أحب أعداءكم، كيف أستطيع أن أحب عدوي؟ أو لا تدينوا لكي لا تدانوا، كيف أستطيع أن أفعل هذا؟ لكن بقوة الله وببر الله، لأن الخلاص هو عطية مجانية من عند الرب، فنستطيع بقدرة يسوع المسيح. جلس ليخاطب الجماهير وليحدث التلاميذ من هذا المكان. إن الملك يتحدث، من أجل هذا نسمي العظة على الجبل خطاب العرش، وهو أيضا دستور الحياة المسيحية، وبالواقع هو فيض الحياة، حياة المحبة الفياضة، المحبة الغير مشروطة. طبعا تعتبر العظة على الجبل، هي البرنامج للملكوت الجديد، وتتحدث عن سلوك رعايا وأبناء هذا الملكوت. فيه نجد مبادئ الملكوت، فيه نكتشف طبيعة هذا الملكوت، فيه أيضا نكتشف ثمار هذا الملكوت. وعندما نتحدث بالعظة على الجبل، نتذكر جبل آخر، الجبل المرعب الرهيب، هو جبل سينا، عندما أخذ الوصايا العشر والشرائع ليعطيها للشعب الإسرائيلي، لكن شتان ما بين شريعة موسى وشريعة يسوع المسيح، لأن الناموس أو الشريعة بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. يوجد فرق بين شريعة موسى على جبل سيناء عندما قال ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل فيه. فعندما ابتدأ ليخاطب الناس ابتدأ بكلمة اللعنة، أي محروم. لكن يسوع أحبائي أعطى نظام جديد وروح جديدة، روح جبل يسوع على هذا الجبل المقدس، جبل التطويبات. نعم، نرى روح يسوع، نرى حكمة يسوع، نرى أخلاقيات يسوع، نرى حياة يسوع، نرى سلوك يسوع في هذا التعليم الفائق، هذا التعليم الجميل. كما ذكرت مرة أخرى، لئلا تيأس، لا تستطيع أن تطبق كل التعليم، تعليم العظة على الجبل، لكن يقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، بقوة المسيح وببر المسيح تستطيع أن تفعل هذا. عندما تتغير الحياة تصبح إنسان جديد، تحصل على طبيعة جديدة، وتصبح خليقة جديدة تتمشى وتتناسب مع طبيعة هذا الملكوت الجديد. عندها ستسلك بسيرة سماوية على الأرض، عندها ستحب أن تفعل ما فعله يسوع. نعم أحبائي، إن يسوع علم وعمل بحياته، أسند أقواله بأفعاله، لم يتكلم أي شيء ما طبقه أو فعله. عندما تكلم عن خبز الحياة أشبع الآلاف حول هذه المنطقة، عندما تحدث عن الغفران غفر لصالبيه على الصليب، وعندما تحدث عن إنكار الذات وحمل الصليب هو نفسه أنكر ذاته وحمل الصليب. من أجل هذا يعتبر المسيح أعظم المعلمين وأجمل وأروع تعليم كان هنا على العظة على الجبل، على جبل التطويبات. طوباكم أيها الباكون الآن، لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم من أجل ابن الإنسان. فرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء.
هكذا كان أباؤهم يفعلون بالأنبياء. ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، هذا كل ما أملك. ماذا تعني هذا كل ما تملك؟ ويل لكم أيها الأغنياء الآن، لأنكم قد نلتم عزاءكم. لا يريد ولا أن يكون غنياً، لابد أنه مجنون. ويل لكم أيها الضاحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. ويل لكم إن مدحكم الناس، لأن هكذا آباؤهم فعلوا بالأنبياء الكذبة. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل المسيئين إليكم. من ضربك على خدك الأيسر فاعرض له الآخر أيضا. ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا. وكل من سألك فأعطه، ومن أخذ مالك فلا تطالبه به. فعلوا بالغير ما ترجونه أنتم منهم. إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم، وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم. الخطاة يفعلون هكذا. لما يحدثها بل كيف يلبسها؟ يا للعار، عار، كيف لا يخجل. لا، أحب أعداءكم، أحسن لهم، أقرضوهم ولا ترجون شيئا، فيكون لكم أجر عظيم وتكونوا بني الله العلي، فإنه منعم على الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. عزيزي، في الختام دعني أوجه لك هذا السؤال الهام. عندما ينظر الله إلى قلبك ماذا يرى؟ يقول الكتاب إن أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. تذكر، الله يحبك. لقد دبر خطة رائعة للخلاص من أجلك لكي تتمتع بالحياة الأبدية. الله لا يريدك أن تذهب إلى الجحيم، يريدك أن تؤمن بالمسيح وبما فعلوا من أجلك على الصليب وقيامته من بين الأموات. كل ما عليك أن تعترف بخطيتك، أن تقبل عطية الله وهدية الله لك التي هي الخلاص. عندها تستطيع أن تقول أنت ابن أو خليقة جديدة أو من رعايا الملكوت، تطبق العظة على الجبل في حياتك. إذا صليت نحب أن نسمع منك، اكتب لنا بتعليقاتك أو أسئلتك حتى نسمع. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك سوف نتحدث عن الجزء الثاني من الموعظة على الجبل. سعدنا جداً لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضاً الاتصال بنا تلفونياً من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534، أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com.
الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.